السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله باحسن الاحوال، وان شاء الله نتمنى يكون صوتي خفيف عليكم. هنايا كما كتشوفوا مع البطاطا قصيناها بحال شيبس، نديروا الملح الفلفله والزعتر ونلبسوهم مليح، نخلطوهم مزيان مزيان. بعد ما خلطناهم مليح نحكو الفرماج كامل باش نوجدوه، نديروه تحت البطاطا وفوق البطاطا. هنا التسميح كان حساب لي راني نصور، المهم كنديروا نديروا الفرماج لتحت ونزيدوا البطاطا، نستفوها وحده حده وحده تنكملوا كامل الصني. موراها نزيدوا نعمروا الخويات بالبطاطا، موراها نزيدوا الفرماج. بعد ما كملنا ندخلوه الفران على 180 درجه من الفوق ومن تحت 30 دقيقه. هنايا بعد ما دخلنا الفران نديرو دجاج، ديرو في الطحانه ولا كيما بغيتو، دجاج البصله القزبر والمعدنوس، نديرو الملح الفلفله الثوم التحميره بعد ما درنا التحميرة نديرو الخرقوم، موراها نديرو الهريسة اختيارية اللي ما يبقاش الحار ما يديرهاش، نديرو الكاتشوب، نديرو الموطارد. واحد الملاحظة، الا درتو الموطارد والكاتشوب ما تكتروش الملح. نديرو الزيت باش ما يبقاش يلصق، لحقاش غادي نديروه في البوشادوي. انا هنا زدت الكمون، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، اللي بغا يديرو يديرو، داكشي اختياري. انا هنايا درت بزاف ديال الحوايج لحقاش ما نبغيش ريحه الدجاج، وداكشي يبقى لكم
الحاجة العطرية والقصبر والمعدنوس اختياري. هنايا كيما تشوفوا طحنا كل شيء وغادي نديروه في البوش ادوي باش هكا تبقى الخدمة نقية. هنا بعد ما خرجناها من الفران غادي نديرو الفرماج. الفرماج اللي عندكم ماشي ضروري ديرو الفرماج اللي درت، نسرحو فيها الدجاج ونزيدو الفرماج. صافي كديروا الفرماج تلويوها غير بشويه، من تلويوها من تكون حاميه باش تعطيكم الطوع، ولويوها غير بشويه باش ما تخرج باش ما يخرج لكمش الدجاج. صافي كي تلويوها غطيوها بهذاك الورق اللي كانت فيه وزيدوا الالومنيوم لحقاش الدجاج خطر، ما بغيناش البطاطا تنحرق. دخلوها على فران حامي 180 درجة نص ساعة، وهذا هو الشكل النهائي. صراحة جات واعرة شكلا ومضمونا، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتبارطاجيوها. شكرا على المتابعة، في امان الله.